طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات ضد الأهالي في الحديدة. ومن موقع الملعب، رئيس وزراء إثيوبيا يسأل اليمنيين أين اليمن الذي تحاربون من أجله بعدما دمرتم كل ركن فيه. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية، محادثات السلام بين اليمنيين فرصة لإنهاء صراع السنوات الأربع. أهلا بكم. فيما سافر وفد ميليشيات الحوثي إلى السويد للتفاوض، هناك مهمة أخرى تقوم بها الميليشيات في المدن اليمنية، وعنون موقع الاشتراكينت: الحديدة، الانقلابيون يشنون حملات اختطاف واسعة في أحياء المدينة. وقال الموقع: واصل عناصر ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة تنفيذ حملات اختطاف واسعة ضد المدنيين. وكشفت مصادر محلية في الحديدة عن عشرات المدنيين اختطفتهم العناصر الانقلابية خلال الأيام الماضية في حملة شنتها بعموم أحياء المدينة. وبحسب المصادر، فإن سجون البحث والأمن تستقبل عشرات المختطفين يوميا ممن تقوم العناصر الانقلابية باختطافهم، كما يتم ترحيل عدد منهم إلى سجون ومعتقلات في محافظتي حجة وصنعاء. ينقل موقع عدن الغد عن خبراء متخصصين، حيث أكدوا وفقا للموقع أن ميليشيا الحوثي تعتاش من الحرب وفرص السلام ضئيلة. وقال الموقع إن الخبراء أفادوا أن المراهنة على أي جهود سلام مع ميليشيات الحوثي مهددة بالفشل، وأن استكمال عملية تحرير مدينة وميناء الحديدة والمحافظات الخاضعة للحوثيين هو مطلب كل يمني. وقال عضو في نقابة المحامين اليمنيين إن ميليشيا الحوثي غير مستعدة لتسليم السلاح بالكامل، وترفض عملية الانسحاب من المحافظات والعودة للعمل كمنافس سياسي، كما ترفض الخروج من مؤسسات الدولة ومساعيها تنصب على تثبيت نفسها. يترقب كثير من المعنيين بالشأن اليمني ومنهم اليمنيون باهتمام انعقاد جولة أخرى من مشاورات السلام في مملكة السويد، هذه المرة نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري. وقد طال انتظار هذه الجولة وتعثرت كثيرا، مما جعل سقف الآمال المعقودة حولها وعنها محدودة وضيقة بضيق المناخ الذي يتوفر لانعقاد هذه الجولة. هكذا بدأ مصطفى الجبزي مقاله المشهور في المصدر أونلاين، مضيفا في أجزاء من المقال: قد يكون أكثر المحبطين من مسار السلام هم اليمنيون البسطاء الذين ينتظرون سلاما كيفما اتفق، بعد أن أنهكتهم راح الحرب وأفقرتهم وانتزعت منهم مدخراتهم المالية والنفسية. قبل الحديث عن أزمة الجميع في الوضع اليمني وعن فرص السلام في هذه الجولة، أود التأكيد على بعض بديهيات متعلقة بالصراعات والسلام المأمول، ومنها أولاً أن الذهاب إلى الحرب أسهل من الذهاب إلى السلم، لأن الحرب وإن كانت موضوعياً جملة شروط إلا أنها نفسياً مغامرة، وهذا من صميم تكوين الإنسان رغم ترويض الحضارة له. لكن السلم بناء شاق ويتم في مراحل طويلة، فلا سلام يتحصل في يوم واحد، ولا تكفي النوايا الحسنة والرومانسية الإنسانوية لإقراره. ثانياً، فإن للسلام شروطاً موضوعية تجعله قابلاً للتحقيق مثل ما هي الحرب، وأول شروط السلم هي العدالة والإنصاف، إذ لا سلام مستدام في ظل ضيم وحيف أو عدم تحقيق عدالة ومحاسبة المتسبب ولو معنوياً. وبما أن الحرب هي النقيض الموضوعي للسلم، فإن من الواجب أن يكون السلام هو النقيض الموضوعي للحرب، وهذا لا يتم إلا إذا كان السلام يعالج فعلاً وبجدية وشمول أسباب الحرب. ثالثاً، الذاهب إلى الحرب هيأ ضميره طويلاً لإجازة الدم واستمراء التعذيب والقتل وشيطن الآخر بما فيه الكفاية، ونهل من قاموس معنوي خاص بالكرامة والدفاع والسيادة الكثير، بينما السلام يتمحور حول التنازل والسكينة والإيثار. وهذه على الرغم من جمالياتها، إلا أنها أصعب تحصيلا، وعليه يمكننا النظر إلى الظرف الذي يمكن أن تنعقد فيه هذه الجولة من المشاورات اليمنية.
ركزت عدد من المواقع الإخبارية على التساؤل الذي طرحه رئيس الوزراء الإثيوبي على اليمنيين في رسالة إلى كافة الأطراف، ويقول موقع الملعب إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال: أين اليمن الذي تحاربون من أجله بعدما دمرتم كل ركن في بلدكم؟ وقال الموقع إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أعلن استعداده للتدخل في الأزمة اليمنية، وذلك في رسالة وجهها للشعب اليمني والأطراف المتحالفة. وبحسب ما نشرته الوكالة الإثيوبية الرسمية، وجه رئيس الوزراء الإثيوبي نداء إلى الفرقاء في اليمن لنبذ الحرب والاقتتال والطائفية والجلوس على مائدة الحوار، داعيا الشعب اليمني إلى عدم استئناف أو استنزاف مقدرات بلاده. وقال أبي أحمد إن الجهات المتناحرة كلها خاسرة، داعيا جميع فرقاء اليمن إلى الجلوس على طاولة المفاوضات بالعقل والحكمة والإنصاف. لم يذهب بعيدا، بل كان جوار منزله حين انفجر به لغم أرضي وسمعت المنطقة صوته المتألم. ويعنون موقع الصحوانت: الضالع إصابة مواطن بانفجار لغم أرضي جوار منزله في نجد القرين. وقال الموقع: أصيب مواطن بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية أثناء سيطرتها وتمركزها في منطقة نجد القرين بدمد في محافظة الضالع قبل تحريرها من قبل قوات الجيش الوطني مطلع الشهر الماضي. وقال شهود عيان إن المواطن قاسم أحمد محسن المنتصر البالغ من العمر 50 عاما تعرض لإصابات بليغة في قدميه، وذلك بانفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون بجوار منزله، والذي كان قد غادره نازحا قبل 3 سنوات جراء تمركز عناصر الحوثي بجواره في جبل التهامة. وذكر الشهود أن المنتصر كان قد قدم لزيارة المنزل بالتزامن مع قيام فريق متخصص يتبع المنطقة العسكرية الرابعة بنزع وتفكيك الألغام. على من نطلق الرصاص؟ تحت هذا العنوان كتب ماجد عبد الهادي مقاله في صحيفة العربي الجديد مضيفا: تحفر الحرب وأهوال كوارثها في أرواح من يبقون على قيد الحياة فوق تراب مسرحها، مثلما يحفر رصاصها وشظايا قذائفها في أجساد من تودي بهم إلى دار الآخرة أشلاء ممزقة تحت ركام بيوتهم. سيكون مضعة للتأمل الموجع في غمار الصدمة التي تعقب الهزيمة أن تختلط المشاعر وتتوه الرؤى وتتشتت المواقف، فيشهر المهزومون أصابع الاتهام في الوجهة الخطأ، ويطلق بعضهم النار على أيقوناتهم الحية، ووسط شيوع منطق التشكيك الذي يتغذى أحياناً من أقاويل وثرثرات عن نجاح أنظمة الاستبداد في اختراق صفوف المعارضة، سيحدث أن تغدو النميمة مرضاً واسع الانتشار، وأن تزدهر الدسيسة وسيلة خلاص فردي، وأن تمحي معايير تمييز الصالح من الطالح، حتى عند أغزر الناس معرفة ليسود الظن بأننا قد بلغنا فعلاً عهد السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. لكن الإنصاف يستدعي التذكير في المقابل بأن مختبرات السلطة كانت على الدوام منشئاً أساسياً لأسوأ الأمراض الاجتماعية التي استشرت وظهرت أعراضها حادة عقب حسم الحرب لصالح قوى الاستبداد. هناك باختصار شديد غرست في أزمة سالفة بذور الإفساد، وتولتها المؤسسات الرسمية بالسقاية والرعاية كي تطرح في زمن اشتداد الصراع ثمارها السامة تشكيكاً وتخويناً ورصاصاً ضد من يتشبثون بألوية الإصلاح والتغيير لا ضد أعدائهم. في جولتنا في الصحف الفرنسية، عنوان الصحيفة لو فيغارو: المحادثات في السويد فرصة حاسمة للسلام، حيث قالت الإمارات أحد أبرز الأطراف في الحرب في اليمن إن محادثات السلام المزمعة بين اليمنيين في السويد تشكل فرصة حاسمة لإنهاء صراع مميت استمر ل4 سنوات. وقال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية في تغريدة له: نعتقد أن السويد تقدم فرصة حاسمة للانخراط بنجاح في حل سياسي لليمن. الكويت التي استضافت المحادثات في عام 2016 قالت إن وفد المتمردين غادر اليمن إلى ستوكهولم، اليوم موجود. وقد كان مارتن غريفيث وسيط الأمم المتحدة هو نفسه في العاصمة اليمنية صنعاء، ولا يستبعد أنه هو من اصطحب الوفد الحوثي معه إلى السويد.
صحيفة باريس ماتش في الفرنسية قالت بأن الحكومة والمتمردين في اليمن توصلوا إلى اتفاق أو وفقا لما ذكرته مصادر اتفاق لتبادل المئات من السجناء قبل بدء محادثات السلام في السويد. وقال هادي هيج المسؤول عن قضية المعتقلين في الحكومة اليمنية لوكالة فرانس بريس إن الاتفاقية التي تم توقيعها هذا الأسبوع ستشمل ما بين 1500 و2000 عضو في القوات الموالية للحكومة وما بين 1000 و1500 من المتمردين الحوثيين. وكان مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث قد ناقش في 16 من نوفمبر أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق والإبلاغ عن تقديم أو تقدم في المفاوضات، وقال ستكون مبادرة إنسانية مهمة ورسالة سلام للشعب اليمني. وقد تم تأكيد الاتفاق من قبل ممثل المتمردين عبد القادر المرتضى الذي تمنى في تغريدة له أن يتم تنفيذه بدون مشاكل، ويفسرها الدبلوماسيون كجزء جديد لبناء الثقة بين المتحاربين قبل محادثات السلام في السويد. ووفقا لممثل الحكومة اليمنية هادي هيج فإن الغالبية العظمى من سجناء المتمردين هم من المقاتلين، في حين أن السجناء المعترف بهم دوليا هم من السياسيين والمدنيين. هل نحن في ذروة أمريكا؟ تحت هذا العنوان كتب فريد زكريا مقاله في الواشنطن بوست وترجمه على الدين أبو زينة من صحيفة الغد الأردنية. في أي مكان يذهب إليه المرء في العالم هذه الأيام يتحدث القادة عن انسحاب الولايات المتحدة من المسرح العالمي، ويلاحظون أن هذا الاتجاه بدأ قبل قدوم ترامب، ويحيله المعظم إلى فترة ما بعد حرب العراق والتي امتدت طوال فترات إدارات جورج دبليو بوش وباراك أوباما والآن ترامب. وعلى الرغم من أن إدارة ترامب عدوانية في سياساتها وخاصة في مجال التجارة، فإن هذه السياسات كلها تبقى في خدمة عقلية قلعة أمريكا التي تسعى إلى قدر أقل من المشاركة مع العالم سياسياً واقتصادياً. لن ينتج عن هذا الانسحاب الأمريكي عالم أفضل، ويغلب أن يكون هذا العالم أكثر فوضى وقبحاً. وحتى يحصل المرء على فكرة عما يمكن أن يحدث، ما عليه سوى أن ينظر إلى حال الشرق الأوسط اليوم. فمع انسحاب الولايات المتحدة من دورها التقليدي كجهة وساطة في المنطقة والتي تقوم بالحفاظ على العلاقات مع جميع الأطراف وتسعى إلى تحقيق قدر من الاستقرار، أصبحت إيران وتركيا والمملكة العربية السعودية تتنافس على النفوذ. وقامت الولايات المتحدة ببساطة بتفويض سياستها من الباطن إلى بعض حلفائها في المنطقة، مشجعة سلوكهم الطائش وخوضهم الحروب التي تؤدي إلى أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يقف 12 مليون شخص على حافة المجاعة في وقت تتكثف فيه قوى الفوضى وفقدان الطاقة. وبينما تواجه الولايات المتحدة قيوداً حقيقية على ما يمكنها أن تفعله دولياً، فإن الاستراتيجية الأكثر حكمة ستكون دعم المؤسسات والمعايير الدولية التي بنتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على درجة من الاستقرار والنظام والحفاظ على المصالح والقيم الأمريكية وتوسيعها. ومع ذلك لا شيء ينعش إدارة ترامب وينشطها أكثر من معارضتها للتعددية من أي نوع. وهكذا مع تزايد الفوضى في العالم تتآكل القوى التي يمكن أن توفر النظام، وكما هو الحال غالباً فإن الصين ببساطة تراقب بهدوء وتكتنز المكاسب. أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق رفع أسعار الوقود بعد تحول احتجاجات السترات الصفراء في باريس تحديداً إلى العنف، بينما انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي لمستوى تاريخي وفق استطلاع للرأي وعنوان موقع الدوتشيه فيله. الحكومة الفرنسية تعلق تعليق زيادة الضريبة على الوقود، وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب تعليق الزيادات المرتقبة في ضرائب الوقود لمدة 6 أشهر استجابة للاحتجاجات، واستمرت أسابيع وشابه العنف في أول تراجع كبير لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد 18 شهراً على توليه السلطة. وقال فيليب في كلمة ألقاها لإعلان القرار إن من لا يسمع أو يرى الغضب في الشوارع بشأن سياسة وصفها ماكرون بأنها ضرورية لمكافحة التغيير المناخي إما أصم أو كفيف،
وأضاف فيه الكلمة التي بثها التلفزيون الفرنسيون الذين ارتدوا السترات الصفراء يريدون خفض الضرائب وأن يكون العمل مجديا، هذا ما نريده نحن كذلك. في الأخبار المنوعة نطالع من شبكة البي بي سي البريطانية جزيرة للحيوانات تتحول إلى سجن مفتوح لبعض اللاجئين في الدنمارك. وقال الموقع تخطط الدنمارك لإرسال اللاجئين غير الشرعيين في البلاد إلى جزيرة ليندهولم التي لا يوجد عليها سوى بعض الاسطبلات والحيوانات ومحرقة تابعة لمركز أبحاث الأمراض المعدية لدى الحيوانات. وكتبت إنجر ستوبي بيرغ وزيرة الهجرة الدنماركية عن اللاجئين غير الشرعيين: عليهم أن يشعروا بأنهم غير مرغوب فيهم. وأعلنت حكومة يمين الوسط والحزب الشعبي الدنماركي اليميني في 30 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن اتفاق حول نقل ما يقارب من 100 لاجئ غير شرعي إلى جزيرة ليندهولم، ويشمل هؤلاء المدنيين أو يشمل هؤلاء المدانين بالجرائم واللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وزيرة الهجرة السابقة بيرت رون هورنيش وصفت هذا المشروع بأنه نكتة وخطأ يضاهي خطأ لاعب كرة قدم سجل هدفا في مرمى فريقه، وكتبت في عمودها الصحفي: لن يتحقق شيء من هذا الاقتراح. نشرت صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية صورا معبرة لا تحتاج للكلمات، ونحن بدورنا ننقلها لكم في جولتنا المصورة لليوم، نتابع. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي تحمل العديد من الآراء والمواقف، نتابعها. إذن بهذه الرسوم الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.